Nigeria. سعيد صديق وحسام يحيى. حسام يحيى وسعيد صديق. حسام يحيى في الركن الأحمر وسعيد صديق من الملاكم النيجيري مواليد لاجوس نيجيريا وملاكمنا المصري حسام يحيى. حسام يحيى كان عنده لعب من قبل نزالين ولكن خسر في النزالين. مواجهة هنا من أربع جولات. حلوة محاولة هنا من حسام. مواجهة من أربع جولات طبعا في وزن فوق الوسط سوبر وولتر ويت. سعيد صديق هنا المحاولات. حسام يحيى 1-2 من سعيد. جاب حلوة من حسام. 1-2 حلوة من حسام يحيى. لكن المصري هنا بيحط 1-2 ممتازة هنا. هوك ليفت روعة من حسام بيعمل بلوك. استنى لكمات سعيد ولكن هنا التحام. مرة ثانية حسام يحيى. حسام الحلبة هنا جالس نبض من الملاكمين البحر عن اللكمات القوية. هنشوف ولكن إلى الآن يعني حسام عنده استراتيجية اللكم والحركة بيبعد عن القوة العضلية واللكمات القوية من سعيد. ولكن هنا اللكمات مع المسك هنا محاولات. ولكن شايفين هنا كابتن هيثم محاولات مرة ثانية هنا حسام سعيد. منتصف الحلبة عمل سعيد صديق. حاول هنا ويمين حلوه من حسام يحيى. بو حلوه اللكمه من حسام يحيى ولكن انتفاضه هجوميه من سعيد صديق بلكمات. هنا سوينج مره ثانيه. المحاولات هنا لكمات الاستراتيجيه هنا من سعيد. البحر عن لكمات قويه سوينج ولكن هنا جوله تنتهي. اعتقد انها يمكن ان تكون في صالح حسام يحيى.
المباراة الثانية بداية الجولة الثانية. حاول هنا جاب كروس مع ابر كات من سعيد، ولكن لكمة مضادة من حسام يحيى. لكمات الطويلة حلوة من حسام، ولكن شوف السوينج القوي مع لكمات بادي شوت من سعيد. وهنا دفعة هنا من حسام. طبعا يعني يجب ان يكون في قرار على الدفعة اللي عملها حسام. هنا يكون في خصم نقطة بالتأكيد لحسام بعد العادة. ممتازة من حسام، عملية ماسك بعدها. مرة ثانية هنا المحاولات. حسام يحيى عنده هوك رايت حلو، يقدر يضرب الهوك رايت في مكانه بشكل جيد. يضرب ويمشي أسهل، ما يدخلش في معركة في مجموعة تكامات مع سعيد. سعيد فايت هنا مرة تانية، الهوك بيجي ولكن بادي شوت يمين من سعيد ممتازة. عمل فايت هنا من حسام، عايز يحط الهوك رايت، دايما بيدور على الرايت هوك حسام يحيى، ومرة تانية بيحطها حلو. هنشوف تاني هيعملها ازاي. والله يمكن انها تحصل ضربة اضيق في الفايت. نشوف مرة تانية. حاول هنا بسوينج. سعيد ابر كات مرة تانية. ابر كات بادي شوت من سعيد. سوينج رايت هوك ممتازة هنا من حسام يحيى. من حسام يحيى. با رايت هوك ولا اقوى من حسام. عملت التحام مرة ثانية. ولكن خلف الراس الجولة الثانية. ولكن يعني ملاكم فني أكثر ملاكم حسام يحيى إلى الآن، ولكن سعيد يعتمد على القوة أكثر. استعد لانطلاق الجولة الثالثة.
السوينج رايت او الرايت هوك. حسام يحيى ركمات السوينج بتعدي حلو قوي بين دفاعات البلوك لسعيد صديق. البلوك مفتوح لسعيد. محاولة من سعيد مرة تانية. لازم يقفل البلوك على ركمات الهوك. هنا ركمات قوية هنا من سعيد وبيسقط ركمات على الأرض. نهاية الجولة. نهاية الجولة هنا وعمل في حالة كابو. نهاية الجولة. نهاية الجولة. هنا جولة لصالح سعيد صديق. جولة تانية انتهت. هنا جولة تالتة عفوا انتهت. هو اللي طبعا بسبب حالة الكبو اللي عملها لي حسام. هنا الاستراتيجية وضحت يعني حسام يحيى ما ينفعش يدخل في معركة ان فايت مع سعيد. بداية الجولة الرابعة. الجولة مش في صالح حسام
وهنا سعيد اللكمات السويد. اللكمات السويد هنا الحل هو الماسك الصحيح وفعل يمسك حلو. أكبر حركة أفضل لحسام. مرة ثانية وفي مرة يحصل كابتن هيثم يزول هنا بالبلوك يمكن أن يخلصها سعيد في الجولة دي ولكن خير الحسام كده بيمسك. مرة ثانية هنا محاولات من سعيد والباي توت حلو الحسام ولكن بيرجع تاني للماسك. هنا هيبقى في اكيد كلام من حكم الحلبة هنا في خصم نقطة بالتأكيد. سعيد لكمة قوية وهنا من حسام الجيش التحام مرة ثانية ابر كات ممتاز من سعيد صديق وهنا دفعة لأسفل مرة ثانية من حسام هياخد فيها انذار ممكن يعني ياخد فيها خصم بوينت مرة ثانية لو استمر بنفس الطريقة. حاولات هنا من حسام عايز يضرب البادي شوت عايز يضرب اللي عفوا السوينج رايت هاند بيعملها حلو هنا بتيجي حلوه خلف الراس لسعيد اوفر هاند ممتازه ونهايه الفايت نهايه الفايت هنشوف النتيجه هتكون لمين. انتظر اعلان النتيجة يعني بسبب الخصم البوينت لحسام وحالة الكابو ده اللي هيأثر على نتيجة النزال بالتأكيد. نتيجة الفايت يمكن انها تروح لسعيد بسبب الخصم النقطة اللي خدها حسام وحالة الكابو اللي تعرض ليها. هنشوف النتيجة النهائية this fight and no box is fighting street وبراسة يا أهل الغاية دي كانت مباراة في الشارع والنتيجة درو ودرو تعادل. طبعا هنا اشوف الكابتن لؤي دابس
يقول يعني ان في الفايت ده ما كانش فيه بوكس فعلا. اتلعب كانت يعني نوت فير بلاي بصراحة في الفايت اللي شفناه سعيد وحسام، كان في معارك اكتر من الملاكمة. تبقى تو فايتس.